رجعتي لهنا للتيران غادي دمغني عبد الله رجعتي لهنا للتيران صورني وكتب عليا طرد الصحفيين من الملعب لداخل. حنا كنتسائلوا هذا عصبه الشرق والمجموعه الوطنيه اللي كتنتج بهذه المناديب ديال المقابلات. هاد هاشم من مدينه توريت اللي جا كمندوب مقابله وما عارفش الصلاحيات ديالو، شكون اللي غادي يخرج من التيران؟ واش العنصر الغريب؟ واش السيد اللي غايدير فوضى؟ ولا الصحفي اللي جاي يمارس المهمه ديالو؟ حنا صحفيين جينا نمارسوا اداء المهام ديالنا بحالنا بحال كل الزملاء الاخر اللي عندهم علاقه بالعمل ديالهم، اخوان في الامن والاخواننا الصحفيين والاخوان اللي عندهم علاقه بالعمل ديالهم داخل الملعب. حنا جينا تعسف علينا هذا المندوب ديال المقابله المسمى هاشم اللي صفطاتو عصبه الشرق، مندوب ديال هذا اللقاء هذا كنعبروا على كامل الاستنكار ديالنا وكنطالبوا الجهات المسؤوله لا على المستوى ديال عصبه الشرق ولا على مستوى المجموعه الوطنيه في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش يتخذوا الاجراءات اللازمه. هذا المندوب هذا عادي من الاخلاق ولا يعرف مهمته بتاتا، كيتعدى وكيتعسف على الزملاء الصحفيين في الملعب بلدي بالخصوص بالناظور، ونطالب بعدم يعني ارجاعه مره اخرى لاي مقابله داخل الملعب بلدي، وسنقوم باصدار بيان استنكاري واحتجاجي على التصرف الغريب والتصرف يعني اللامسؤول ديال هذا المندوب ديال المقابله، وغنتاخذوا الاجراءات كزملاء صحفيين وكنقابه ايضا ديال الصحافه الاخر النقابه الوطنيه الصحافه المغربيه. وبه وجب الاعلام، ونتمنى من الجهات المسؤوله ان تتخذ كافي الاجراءات الصارمه والزجريه في حق المندوب ديال المقابله. المقابله ديال الناظور بلديه العيون، هذه البطاقه هذه ديال الصحافه كنتسالوا واش عندها شي صلاحيه ولا ما عندهاش؟ واش هذا المندوب ديال المقابله غير ترشق له يجي يتعدى على الصحفيين يمارس التعسف ديالو؟ حنا واش عندنا شي حق يحمينا؟ واش هذه البطاقه عندها شي صلاحيه باش ندخلوا نمارسوا المهمه ديالنا ولا ما عندناش؟ الا كان هذه البطاقه يعني ما عندها حتى صلاحيه، حنا ما غاديش نجيو هذه المره للملعب، غادي نقاطعوا التغطيه ديال المقابلات ونقاطعوا التغطيه ديال جميع الانشطه بما ان ما كتوفرش لنا الشروط السليمه ديال الاعتداء ديال التعسف ديال هذا المندوب مقابله المسمى هاشم من مدينه توريت اللي صفطاتو عصبه الشرق لكره القدم والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش يتعسف على الصحفيين، سمح في المهمه ديالو وحرم واحد المجموعه ديال الزملاء من اداء المهام ديالهم داخل الملعب البلدي والتغطيه ديال هذه المقابله. كنطالبوا جميع الجهات المسؤوله المعنيه بالامر تاخذ الاجراءات الصارمه واللازمه والزجريه حق هذا المندوب مسمى هاشم من مدينه توليد، وشكرا.